بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عبر قنوات عين. اليوم بإذن الله راح نستهدف فئة التوحد لجميع المراحل، الفصل الدراسي الأول، المادة هي اضطرابات طيف التوحد. موضوع الدرس سنتناول بإذن الله الجزء الخامس والأخير من الاستراتيجية 13، نظام التواصل بتبادل الصور. معكم إلهام الهويش. يتعذر على بعض الأسر الحصول على ملف بيكس للتواصل في حال لم يحصل الطفل على خدمات مساندة في مجال النطق والتخاطب، بمعنى أن غالبا خدمات النطق والتخاطب هم من يوفرون ملف التواصل للطالب، ولكن في حال كان الطفل ما يأخذ أو ليس لديه خدمة بيكس في مجال النطق والتخاطب فإنه لن يحصل على هذا الملف، لذلك لابد أن يقوم بصنع وتنفيذ هذا الملف من الخامات المتاحة في المنزل أو المكتبات المحلية، وسنقوم بذلك حسب المعايير العالمية وبأقل تكلفة. لعمل الملف، ملف التواصل بنظام بيكس، سوف نحتاج إلى ما يلي: ملف بمقاس صفحة A4، شريط الفيلكرو المزدوج أو التشيك، هذا ما نعني بالتشيك، يكون وجه ناعم ووجه آخر خشن مثل الذي نستخدمه دائما في وسائل الطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد، مقص حاد أو مشرط أو أداة حادة للقص، مسطرة طولها 30 سنتي، فواصل للملف البلاستيكية مثل هذا النوع، كل ما كانت بقوة أو متانة أكبر كلما كان ذلك أفضل، أيضا شريط لاصق أو تجليد حسب نوع الملف وسنشرح ذلك لاحقا. الخطوة الأولى عندما نشاهد الملف بهذا الشكل، هذا مقاس A4، في البداية يجب أن نتأكد أثناء اختيار الملف من حجم أو شكل القطعة الحديدية الموجودة هنا، بعضها يكون من بداية الملف حتى نهاية هذا الملف غير صالح لنظام بيكس للتواصل، يجب أن يكون قصير بفتحتين فقط أو بدائرتين فقط، بعض الملفات تكون بأكثر من دائرة 4 أو 5 دوائر، هذا غير صالح لنظام بيكس للتواصل. في المعايير العالمية دائما ما يستخدمون الملي متر، ولكن نحن نرغب في بقياسها بوحدة السنتيمتر. في ملفات A4 مثل ما نشاهد هنا سيكون القياس غالبا يعتبر مثلا 31.5، تماما 31.5. نرغب في قسمة 31.5 على 2 يصبح 157 ملي أو 15.7 في الجزء العلوي، 15.7 في الجزء السفلي، ونقوم بعمل خط مستقيم بهذا الشكل. نقسم الملف إلى قسمين كما قمنا بعمله هنا. نشاهد هنا قمنا بقسمة الملف إلى قسمين قبل عملية القص، ثم بعد ذلك نبدأ بقياس من الخط في المنتصف الذي قمنا بوضعه سابقا، 12.5 و12.5، ونضع خط آخر، هذا الخط نقوم بقصه هنا أيضا، نقيس 12.5 ونبدأ في قص هذا الجزء وسنرى ذلك بشكل عملي. هذا هو الملف، قمنا بقص هذا الجزء وهذا الجزء، في السابق كان بهذا الشكل. في السابق كان الملف بهذا الشكل، قمنا بوضع خط في المنتصف وقياس 12.5 ووضعنا خط آخر، قمنا بالقص، تم قياس 12.5 سنتي، كما نشاهد، وقمنا بوضع خط مستقيم، قمنا بقص هذه القطعة أيضا، ثم بعد ذلك بعد إزالة القطع نبدأ بقياس 6 سنتي ونقص هذا الجزء أيضا بهذا الشكل.
ويصبح الملف تقريبا جاهز للاستخدام، ولكن غالبا الملفات التي تكون بقطعتين بهذا الشكل لا يكون لونها مناسب للاستخدام مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، لذلك لابد أن يكون لون موحد مثل الملف المستخدم هنا باللون الأحمر. عندما نجد لون موحد فهذا جيد، فقط نضع الشريط اللاصق مثل هذا الشريط على الأطراف، ولكن عندما لا نجد ملف بلون موحد نستخدم التجليد بهذا الشكل. لابد من الاحتفاظ بالقطعة الموجودة في هذا المكان، ستكون هي شريط الجملة وسوف نستخدمها لاحقا. القطعة نقصد بها هذه القطعة، سوف نستخدمها لاحقا. كما ذكرنا سابقا نقيس 6 سنتي ونقوم بالقص، ويصبح هو شريط الجملة. يجب التأكد من عدم التخلص من هذه القطعة، ثم بعد ذلك بعد تجليد الملف أو بعد أن نتأكد من أن لون الملف موحد ووضع الشريط اللاصق، نبدأ بوضع أشرطة الفيلكرو. في هذا الجزء لا يوجد قوانين ثابتة، بعض الأطفال لديهم تشتت في الانتباه، يحتاجون فقط شريطين في هذا المكان حتى لا تكون عدد الصور كبير جدا. بعض الأطفال لديهم قدرات جيدة جدا ورائعة، فنستخدم 4 أشرطة. في هذه الحال نستخدم مثلا 3 أشرطة، نستخدم شريط الفيلكرو الناعم. دائما يجب توحيد أماكن شريط الفيلكرو، مثلا في الجدول في الوسائل يجب أن يكون الناعم هو الثابت والخشن هو المتحرك. 1. في حال كانت قدرات الطالب جيدة من المفيد وضع عدد كبير جدا من الشرائط حتى تكون الصور قريبة من متناول يد الطالب. 2. ثلاثة. أيضا نقوم بوضع شريط ناعم في هذا المكان حتى نستخدمه في شريط الجملة. 4. يجب اختيار نوع جيد من أشرطة الفيلكرو لأن هذا الملف سوف يستخدم بشكل كبير جدا في هذا الشكل. قمنا بوضع الأشرطة الناعمة. الآن نستخدم شريط الفيلكرو أيضا ونأخذ الجزء الخشن حتى نضعه على شريط الجملة. شريط الجملة قمت بتجليده بنفس اللون، ولكن إذا كان الطالب يعاني من تشتت في الانتباه من المفيد أن نستخدم شريط لاصق بلون مختلف حتى يستطيع الطالب التفريق بينه وبين الملف وتصبح عملية التقاط الشريط أكثر سهولة بهذه الطريقة. بهذه الطريقة أصبح الطالب يرى هذا الشريط بصورة أسرع. نضع هنا شريط خشن. كما قلنا سابقا من المهم استخدام أشرطة بنوعية جيدة، خاصة بأن هذا الملف سيبقى وقت طويل جدا مع الطالب. إذن الشريط الناعم دائما في الأماكن الثابتة والشريط الخشن في الأماكن أو في البطاقات المتحركة. بهذه الطريقة قمنا بصناعة ملف بيكس في أقل من 10 دقائق. ماذا عن محتويات هذا الملف؟ كما قلنا سابقا نستخدم فواصل الملفات بهذه الطريقة ونقوم بوضع شريط الفيلكرو عليها.
كما قلنا دائما في الأماكن الثابتة نستخدم الناعم، وفي البطاقات المتحركة نستخدم الشريط الخشن. باعتبار أن خالد أو الطالب الذي أتعامل معه لديه تشتت انتباه بسيط، فأضع عدد أشرطة قليل في الصفحة الواحدة. لا بأس من تكرار صفحات كثيرة جدا، ولكن يجب أن يجد الطالب الصفحة التي أو البطاقة التي يرغب في الوصول إليها دون أن يتشتت انتباهه عن ذلك. في هذه الطريقة أضع ثلاثة أشرطة فيلكرو، وكنا أكون صنعت ملف بيكس للتواصل. أبدأ في عملية وضع البطاقات التي يحتاجها الطالب بسرعة. هنا أيضا يجب وضع شريط ناعم حتى نضع بطاقات الجملة. بهذا الشكل حتى يستطيع الطالب تكوين جملة وتقديمها للشخص بهذه الطريقة. إذن قمنا بصناعة ملف بيكس للتواصل حسب المعايير العالمية وبأقل التكاليف. أيضا من المهم استخدام شريط الجملة حسب قدرات الطالب. إذا كانت لديه مثلا مهارات حركية ضعيفة استخدام شريط قصير قليلا، إذا كانت قدرات الطالب جيدة نستخدم الشريط الكامل حسب طول الملف. نثبت شريط الفيلكرو ونضع الفواصل ونضع عليها أشرطة الفيلكرو أو التشيك تشيك حتى نضع البطاقات عليها. بهذا الطريقة نكون صنعنا ملف بيكس للتواصل الذي يحتوي على فواصل أو صفحات مختلفة. كما ذكرنا سابقا التشيك تشيك أو الفيلكرو يكون حسب قدرات الطالب على الانتباه. عندما نضع خمسة أشرطة مثلا والطالب انتباهه قصير جدا، فتكون حجم أو كمية الصور داخل الصفحة كبيرة جدا، لن يستطيع الطالب الوصول بسهولة للصورة. يجب أن نراعي مستوى الانتباه عند الطالب. إذا كان انتباه الطفل قصير نضع فقط شريطين أو حتى شريط واحد فقط حتى لو ازدادت عدد الصفحات. بهذه الطريقة نكون أنهينا ملف أو سلسلة نظام بيكس للتواصل. تعرفنا على طريقة تدريب الطفل على نظام بيكس وكيف نصنع نظام بيكس من أدوات موجودة في البيئة ومن المكتبات المحلية وبأقل التكاليف وحسب المعايير العالمية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.